أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا وضل عنهم ما كانوا يفترون. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. مسلمين مسلمات yang dimuliakan, demikian tadi alunan ayat-ayat suci kalamullah oleh Cik Safiyah binti Abdul Rashid dari Myanmar. حضورنا الكرام المشاركة الثامنة التي تلت علينا ما تيسر لها من آيات الله المعجزات قبل قليل هي القارئة الآنسة صفية بنت عبد الرشيد المشاركة من جمهورية ميانمار.